تتواصل انطلاقات أشواطي صباحي هذا اليوم الشوط العاشر، تعطي إشارة البدي بالانطلاق لعاشر أشواط صباحي هذا اليوم بهذا الانطلاق. ميدان سيف العرب تواصل فيه مستمر مكرمة سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الشرقية التي تأتي سنويا في هذا الموسم وتتوزع في جميع ميادين الدولة. هو الشوط العاشر الخاص بالبكار، الفطامين تتقدمهن وتقودن هنا، تقود تهاني مساري هذا الشوط. حمد بن محمد بن سالم العامري تقود وتنطلق بالمقدمة، التحرك يبدأ من سرابة لعبد الله بن ضاحي بن عبد الله العميمي على المركز الثاني والمركز الثالث. هناك من الجانب الآخر خومة تاتي خومة لأحمد بن سليم بن بطي العامري تتقدم على المركز الثالث والمركز الرابع. هذه الرابعة مشاهدين العزاء التواجد للحذرة لخميس بن مصبح بن بدر العليلي على المركز الرابع، بينما المركز الخامس وصل بن عقيل، وهذه وحل لسالم بن مسلم بن حمد المخيبي اللي تنطلق. ده سالم بن مسلم بن حمد المخيبي تنطلق في هذه اللحظات في هذا الاندفاع الجميل. يا سلام، غير بن عمهي إلى المقدمة الشاهينية لراشد بن أحمد بن عمهي المنصوري اللي انطلقت على مقدمة الشوط ولكن شوف التحرك، ما شاء الله، شوف التحرك من الداودية. خميس بن مسلم الزرعي تتقدم الداودية وتتحرك كذلك، اللي هي غنايم فالح بن عبد الله بن مبارك الاكتبي، والداودية لا زالت بالمركز الأول. الداودية خميس بن مسلم الزرعي راح الزرعي مع الداودية، وهي اسم على مسمى، أداها جميل. تهانينا لخميس بن مسلم الزرعي على فوز الداودية المركز الثاني. من وصلت في المركز الثاني اللي هي رقم 11 عجيبة لعبيد بن سعيد بن منان الاكتبي، والمركز الثالث عند بن عم هي علي، يمكن الثالث نعم. تهانينا اللي هي بنشوف اللي هي نعم الشاهينية راشد بن أحمد بن عم هي. التوقيت دقيقتين واثنا عشر ثانية. تهانينا والناموس. المركز الثاني بنشوف رقمها للتصحيح. المركز الثاني مشاهدي العزاء اللي وصلت فيه غنايم لفالح بن عبد الله بن مبارك الاكتبي، التصحيح للمركز الثاني اللي فيه غنايم لفالح بن عبد الله بن مبارك الاكتبي. هذه